Assalamu alaikum, aïzaï Telamid. Dans cette vidéo, je vous propose de voir une introduction générale sur repères dans le plan, bimana al-ma'lam fil mustawa. Awel c'est nabda bi les coordonnées du point ou bien ihdathiyati nokta fi ma'lam muta'amid mumandam dans un repère orthonormé. Donc, أول شيء نقوم بإنشاء معلم متعامد منظم وهو كالتالي بمعنى أنه معلم متعامد إذن محورين متعامدين اتجاه أو المنحى ثم OI إيجالا OG إيجالا 1 دونك وحدة القياس I ثم G هنا الأكس دي زيكس إيه سي الأكس دي زي غريك وبيان محور الأفاصيل ثم محور الآلاتين الأكس دي زابسيس إيه الأكس دي زوردوني منتنو هدفنا هو تمثيل النقطة M ذات الإحداثيات XM إيه YM مثلا نختار نقطة M كالتالي M avec les coordonnées par exemple 2 3 un exemple simple donc نريد أن نمثل إحداثيتي النقطة M على هذا المحور أو هذا المعلم المتعامد المنظم دون لو روبير اورتونورمي لدينا وحدة تدريج او اي 1 دون لاكس دي زيكس اي جي دون لاكس دي زيكريك وفي النقطة ام لدينا النقطة اكس ام توافق 2 و يكريك ام توافق 3 اذا هنا نذهب الى لاكس دي زيكس ونبحث عن العدد 2 دونك 1 لدينا هنا 2 ثم لدينا دون لاكس دي زيكريك في محور الاراتيب يكريك ام هي 3 دونك 1 2 ثم نبحث عن العدد 3 وهنا نقوم بتمثيل النقطة ام le point M dans le repère suivant. Donc le point M des coordonnées 2 des mécanes d'oblis X ou bien du mihwar al-afasil 3. Maintenant on passe à un autre exemple. Par exemple le point A des coordonnées نقطة A ذات الإحداثيات مثلا ناقص 3 point virgule 2 إذا ناقص 3 على يسار في الطرف الآخر دونك ici on a moins 1 moins 2 مع الإحتفاظ على نفس المسافة OI ثم ناقص 3 ثم Y 2 1 2 ثم نقوم بالإسقاط عموديا لدينا هنا زاوية قائمة إسقاط عموديا ثم نحصل على تمثيل النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 3 2 مثلا نأخذ هنا مثال آخر وفي هذه المرة العكس نأخذ نقطة تنتمي إلى هذا المعلم ونريد تحديد إحداثياتها مثلا نقطة B نريد التعرف على إحداثياتي وبيان لي كوردوني دو بوان B دون لو روبير اورتونورمي
في هذه الحالة يجب أن إسقاط نقطة B على محور الأفاصيل ثم على محور الأراتيب. نلاحظ أنه عند إسقاط نقطة B على محور الأفاصيل نجد العدد ناقص 3، لكن عند إسقاطها على محور الأراتيب لدينا هنا 0. وفي هذه الحالة، هذه حالة خاصة، إذا نقطة B تنتمي إلى محور الأفاصيل. Le point B appartient à l'axe des abscisses. Un autre exemple. Par exemple, نأخذ نقطة C. نريد تحديد إحداثيات نقطة C. نفس الطريقة، نقوم بالإسقاط عموديا على محور الأفاصيل ثم محور الأراتيب. نلاحظ عند إسقاط النقطة C على محور الأفاصيل لدينا هنا 0، ثم عند إسقاطها على محور الأراتيب نجد العدد ناقص 2. إذن les coordonnées du point C bien du point C c'est 0 moins 2. نقول في هذه الحالة أن النقطة C تنتمي إلى محور الأراتيب. إذن كخلاصة، إذا كانت النقطة تنتمي إلى محور الأفاصيل لاكس دي زابسيس، فإن إحداثياتها دون لاكس دي زيغريغ في محور الأراتيب إنيل إيغال زيرو. أما إذا كانت النقطة تنتمي إلى محور الأراتيب فهو العكس، لاكس دي زابسيس إي نول، بيان لي كوردوني دي زابسيس اي نول، إحداثياتها في محور الأفاصيل منعدمة. Maintenant, on passe à les coordonnées du vecteur. بمعنى متجهة، ou bien إحداثيات متجهة. Dans un repère orthonormé, OIG, on considère les points A, 10 coordonnées XA, point virgule YA, et le point B, 10 coordonnées XB, point virgule YB. Alors, les coordonnées du vecteur AB sont. أول شيء يجب تحديد إحداثيات النقطة بها المتجهة AB على محور الأفاصيل. والقاعدة هي كالتالي: لدينا المتجهة AB، نبدأ بأفصول النقطة B ونكتب XB ناقص XA، لأن المتجهة AB نبدأ دائما بالنقطة الثانية اللي هي B point virgule، ثم إحداثيات المتجهة AB على محور الأراتيب YB ناقص YA. وكمثال نأخذ مثلا نقطتين A و B ذات الإحداثيات A دي كوردوني puis B دي كوردوني، par exemple 2 5 1 point virgule 4. الهدف هو تحديد إحداثيات المتجهة AB باستعمال هذه القاعدة. ونكتب AB le vecteur AB des coordonnées donc XB c'est 1 أو يمكن أن نكتب XB donc 1 أو يمكن أن نكتب القاعدة ثم نقوم بالتعويض ناقص XA donc les coordonnées de A ناقص 2 point virgule YB c'est 4 ناقص 5. ثم نقوم فقط بحساب أعداد
des coordonnées du vecteur AB. 1 moins 2, c'est moins 1. Point virgule. 4 moins 5, c'est moins 1. Alors, les coordonnées du vecteur AB sont moins 1, moins 1. إحداثيات المتجهة AB هي ناقص واحد ناقص واحد باستعمال القاعدة التالية XB ناقص XA بوان فيرغول YB ناقص YA. ملاحظة، ديما كنبداو بالنقطة الثانية AB. Donc, on passe à l'exemple suivant. On considère les points des coordonnées. Les points E et F, des coordonnées moins 3, 4 et 100 et 2, moins 5. L'adaf, c'est qu'il faut déterminer le mutagia EF. EF, حسب القاعدة, لدينا إحداثيات المتجهة EF هي كالتالي XF moins XE point virgule, ديما كنبداو بالطرف ديال المتجهة YF moins YE. ثم نأتي إلى التطبيق العددي EF XF. هنا نذهب إلى إحداثية النقطة F2 ناقص XY وبيان XE سي موان 3 دونك ناقص ناقص 3 point virgule YF c'est moins 5 ناقص 4. ثم نقوم بالحساب. Alors les coordonnées du vecteur EF 2 moins moins 3 donc c'est 2 plus 3 donc c'est 5 point virgule moins 5 moins 4 c'est moins 9. On passe maintenant à déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. Ou le milieu du segment AB, maintenant, on passe à l'état AB. Donc, soit I, le milieu du segment AB. Donc, حسب القاعدة, إحداثيات منتصف قطعة اي هي كالتالي. إذن منتصف القطعة AB XB les coordonnées du point B dans l'axe des abscisses plus XA divisé par 2 point virgule YB plus YA divisé par 2. كمثال لدينا مثلا نقطتين A و B ذات الإحداثيات موان 2 3 B 5.7. دونك لا كيستيون بيان السؤال هو تحديد إحداثيات المتجهة أو بيان منتصف القطعة A B عبارة عن نقطة. إذن حسب القاعدة فالإحداثيات هي كالتالي I XB plus XA divisé par 2 donc 6,5 plus moins 2 divisé par 2 point virgule YB donc c'est 7 plus 3 divisé par 2 et on conclut que les coordonnées de E c'est 5 plus moins 2, c'est 3, donc c'est 3 sur 2, point virgule, 7 plus 3, c'est 10, 10 divisé par 2, c'est 5. Maintenant, نمر إلى تحديد إحداثيات مجموع متجهتين. فمثلا لدينا المتجه AB ذات الإحداثيات A, B, ثم C, D, متجه C, D, ذات الإحداثيات C,
دي. alors مجموع المتجهتين AB plus CD هي كالتالي. نجمع محور أو إحداثيتي الأفاصيل مع الأفاصيل ثم الأراتيب مع الأراتيب. إذن لدينا هنا A إحداثيات AB على محور الأفاصيل ثم بلس نكتب زائد C point virgule نفس الشيء B plus D tout simplement. نأخذ مثلا المتجه AB ذات الإحداثيات 5 point virgule moins 8 ثم المتجه CD le vecteur CD des coordonnées par exemple moins 9 point virgule moins 3. إذن d'après القاعدة التالية عندنا AB متجه AB plus المتجه CD ذات الإحداثيات A دونك A هنا هو 5 دونك 5 زائد ناقص 9 point virgule ناقص 8 زائد ناقص 3 ثم نقوم بالحساب ونحصل على أن مجموع وبيا إحداثيات مجموع المتجهتين AB plus CD 5 plus moins 9 c'est moins 4 point virgule moins 8 plus moins 13 donc c'est moins 11 moins 8 plus moins 3 c'est moins 11. Et donc on passe maintenant à comment calculer la distance entre deux points dans le plan. ننتقل الآن إلى تحديد كيفية تحديد المسافة بين نقطتين في المستوى. أول شيء هناك طريقتين، نقوم بتحديد إحداثيات المتجه AB. كما نعلم إحداثيات المتجه AB سي XB موان XA بوان فيرغول YB موان YA. ثم نقوم بتحديد المسافة. رمز المسافة هو كالتالي AB إيغال عبارة عن عدد دونك سي لا غاسين كاري جدا مربع ديال إحداثيات المتجهة AB دونك XB ناقص XA الكل استثنان زائد إحداثيات المتجهة AB على محور الأراتيب دونك YB ناقص YA الكل استثنان ثم نقوم بالحساب. مثلا لدينا المثال التالي A ذات الإحداثيات ناقص 2 3 ثم B ذات الإحداثيات 5 4. أول شيء يمكننا أن نقوم بحساب المسافة مباشرة بتطبيق هذه القاعدة أو يمكننا أن نقوم بتحديد إحداثيات المتجهة AB ثم نقوم بحساب المسافة. أظن أنه أسهل طريقة هي تحديد إحداثيات المتجهة AB. إذن إحداثيات المتجهة AB لي كوردوني دو فيكتور AB XB ناقص XA دونك سي 5 موان موان 2 بوان فيرغول 4YB موان 3 دونك المتجه AB ذات الإحداثيات 5 موان موان دونك سي 5 بلس 2 دونك سي 7 ثم 4 ناقص 3 تساوي 1. بعد ذلك نقوم بتطبيق القاعدة. كما نعلم أن XB ناقص XA هي 7 و YB ناقص YA هي 1 ونكتب المسافة AB تساوي جذر مربع 7 أس 2 زائد 1 أس 2
اللي كتساوي هي جدر مربع 49 زائد 1 هي جدر مربع 50. إذا لا ريزيستونس ا بي ايغال لا راسين كاري دو 50. ويمكن حساب المسافة ا بي بالطريقة باستعمال القاعدة مباشرة. فمثلا هنا لدينا ا بي تساوي لا راسين كاري، ثم نقوم بالتعويض اكس بي ناقص اكس ا تصديق العددي، نحصل على 5 موان موان 2 دونك سي بلوس 2 بيان موان موان 2 الكل اسي 2 زائد 4 ناقص 3 الكل اسي 2. ثم نقوم بالحساب وسنحصل على نفس العدد اللي هو لاغاسين دو 50. يمكننا ان نقوم بتبسيط هذا العدد وكتابته على شكل جدر مربع 25 ملتيبليي بار 2 كي ايغال سي لاغاسين دو 25 ملتيبليي بار لاغاسين دو 2 qui est égal à 5 la racine de 2. Alors, comme application, on va essayer de corriger l'exercice 5 dans le régional de 2018. Ça va être l'intihal djihawi les années 2018. Donc, dans un repère orthonormé, je vais vous donner mon mandat. مثل النقط التالية A, B, C. هذا هو السؤال الأول. تمثيل كنظن بأنه باين. إذا نذهب هنا مثلا إلى النقطة A ذات الإحداثيات 3 3 لاكس دي زيكس ثم لاكس دي دي زيكريك 1 2 3 دونك سي لاكس دي زيكس. بما أن إيكريك عدد موجب هنا زاوية قائمة ثم لاكس دي زي غريك 3. نقطة التقاطع النقط المتقطعة كتحصلنا لو بوان A. ثم نقطة B ذات الإحداثيات 5 موان زان. بما أن ناقص واحد عدد سالب فإن النقطة سوف تكون أسفل محور الأفاصيل. إذن أربعة عفاك عفاك حبس. إذا سنقوم بتمثيل النقطة B ذات الإحداثيات 5 موانزا. لدينا هنا 5 دون لاكس دي زيكس ناقص 1 دون لاكس دي زيكريك. ثم نقوم بنفس الطريقة نقط متقطعة ثم نقوم بنفس الطريقة نقاط متقطعة 5 ثم ناقص 1 دون لاكس دي زي غريك. نقطة التقاطع هي النقطة B دي كوردوني 5 موان زان. ثم النقطة C 4 1 دونك لدينا 4 دون لاكس دي زيكس في محور الأفاصيل 3 4 ثم 1 ثم نحصل على نقطة التقاطع كتحصل على النقطة سي دي كوردوني 4 و 1. هذا فيما يخص السؤال الأول. والسؤال الأول على نقطة، التمرين كله هو على 4 نقاط. تحقق أن النقطة C هي منتصف القطعة هي منتصف القطعة AB. كما تعرفنا إذا C ذات الإحداثيات 4 1 تعرفنا في أول فيديو على كيفية تحديد إحداثيات منتصف قطعة. Comment déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Donc le segment c'est AB. Donc la règle c'est quoi? Maintenant, I, on cherche à déterminer les coordonnées du milieu de segment AB. Donc le segment AB, donc XB plus XA divisé par 2, point virgule YB plus YA, T.
divisé par 2. ثم نقوم بالتعويض اي ذات الاحداثيات. لدينا احداثيات النقطه بي 5 زائد 3 divisé par 2 point virgule y b, donc c'est ناقص 1 زائد 3 divisé par 2. هنا احداثيات النقطه A هي 3. ثم نقوم بالحساب 5 زائد 3 سي 8، 8 على 2 هي 4. ثم ناقص 1 زائد 3 2، 2 على 2 هي 1. وهنا نقوم بنستنتج أن النقطة سي ذات الإحداثيات 4 1 هي بالفعل منتصف القطعة AB. تنقيط هذا السؤال 0 ونصف، نصف نقطة. ثم السؤال الثالث، احسب بيحدد إحداثيات المتجهة AB. سنقوم بديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور AB. نمر إلى السؤال الموالي، هو بتحديد إحداثيات المتجهة AB، c'est-à-dire déterminer les coordonnées du vecteur AB. حسب القاعدة، les coordonnées du vecteur AB c'est XB، نبدأ بطرف المتجهة، ناقص XA، point virgule YB، ناقص YA. ثم نقوم بالتطبيق العددي. إذن إحداثيات المتجهة AB بيان لي كوردوني دو فيكتور AB، XB سي 5 موان XA سي 3 بوان فيرغول YB سي موان 1 موان 3 اللي هي YA. دونك AB بيان لي كوردوني دو فيكتور AB سي 5 moins 3 c'est 2 et moins 1 moins 3 c'est moins 4. Donc les coordonnées sont 2 et moins 4. Ou bien, l'idatiyat al-muttajah AB y a 2 naqis 4. Donc, le sual al-mouali, huwa kattali, uhsub al-masafa AB. Bikul suhula. Intilaqa min al-sual al-sabiq, ladayna المتجهة أو بين إحداثيات المتجهة AB هي 2 ناقص 4. وكما نعلم بأنه إحداثيات بين مسافة AB تساوي صيغة السين حسب القاعدة ديال إحداثيات المتجهة AB أس 2 زائد ناقص 4 اللي هو الأفصول وبيان أرتوب المتجهة AB أس 2 اللي كيساوي تطبيق عددي لغاسين ديال 4 بلوس 16 اللي كيساوي سي لغاسين دو 20. ممكن نسامبليفيو هذا العدد نكتبو على شكل 4 في 5 اللي كيساوي لغاسين دو 4 multiplié par 5, le kisawi c'est 2, la racine de 5. On passe à la question 4, c'est déterminer les coordonnées du point D, XD, YD. Et si vous dites, il y a des nocta D, behait arrobaï A, B, C, D est un parallélogramme. C'est bon. Donc, في هذه الحالة كي يكون A, B, C, D رباعي متوازي أضلاع. ما عرفت واش الشكل باين ولا لا. ا بي سي دي متوازي اضلاع، يجب
conditions nécessaires ان تكون المتجهة AB تساوي المتجهة DC حسب درس المتجهات. سي بون. دونك سنستعمل هنا خاصية تساوي متجهتين. إذن أول شيء سنقوم باستعمال السؤال السابق بعد تحديد إحداثيات المتجهة AB وهي كالتالي: دونك انطلاقا من السؤال السابق إحداثيات المتجهة AB سي 2-4. سنقوم الآن بتحديد إحداثيات المتجهة DC. DC سي XC موان XD point virgule YC موان YD طرف ديال المتجهة النقطة C. داكشي علاش بدينا بالنقطة C. ثم نقوم بالتطبيق العددي DC XC سي 4 Y X D لا أعرفها. السؤال المطروح هنا هو تحديد إحداثيات المتجهة ويا النقطة D ناقص X D كتبقى هي ناقص X D point virgule Y C C 1 moins Y D. لدينا هنا ملاحظة أو A B C D est un parallélogramme donc المتجهة A B تساوي المتجهة D C. إذن إذا كانت المتجهة AB تساوي المتجهة DC فإن لي كوردوني دي زابسيس دو فيكتور AB إيغال لي كوردوني دي زابسيس دو فيكتور DC. دونك 4 موان XD إيغال 2. ثم عندنا عاوتاني 1 moins YD égale C moins 4. ثم نقوم بحل هذه المعادلة التي حلولها هي XD YD. كل معادلة على حدة. المجهول هنا هو XD. المجاهيل في طرف والمعاني في طرف كما تعلمون. إذن 4 moins XD donc moins XD يساوي 2. حولنا 4 للطرف الآخر هي ناقص 4 دونك ناقص إكس دي تساوي ناقص 2 دونك إكس دي تساوي 2. في المقابل 1 ناقص إكريك دي تساوي ناقص 4. حولنا 1 للطرف الآخر هي ناقص 1 دونك ناقص إكريك دي كتساوي هي ناقص 4 ناقص 1. إذن Y D بين ناقص Y D تساوي ناقص 5. إذن Y D تساوي 5. في هذه الحالة كخلاصة لكي يكون الرباعي A B C D متوازي أضلاع يجب أن تكون إحداثيات النقطة D هي كالتالي: دونك D 2 5. وعند تمثيل النقط في معلم متعامد ممنظم سنجد أن A B C D est un parallélogramme.